كفاكم ذلة وكفاكم خجلة لما سوف تسمعون من عمر. لما ما هو السبب هذا؟ أنا لا شيء ليس أنا أفتريه، ولكن نسمع من عمر لماذا هو كان يبول واقفا ولم يكن يجلس للبول. هذا السنن الكبرى للبيحقي، السنن الكبرى للبيحقي، وهو من مشايخهم في الحديث، المتوفى سنة 458. فنراجع في هذا الكتاب المجلد الأول، هذا هو المجلد الأول، نذهب إلى صفحة 165. صفحة 165 كتاب الطهارة، باب البول قاعدة. ففي آخر هذه الصفحة رواية رقم 495، حدثنا فلانا فلانا فلان بسند مذكور في هذا السفر، قال عمر، قال عمر: البول قائما أحسن للدبر، البول قائما أحسن للدبر. لماذا هو يبول قائما؟ لأنه إذا هو يجلس ويبول فهذا هذا دبره ينفتح كل الفتح، فهو يغلى. يقول أحسن. هذا شيء عجيب يا أخوتي، هل سمعتم شيئا هكذا من أحد من الأطباء؟ أو أنكم يا أخوتنا إنكم جربتم هذا في حياتكم؟ وأنا متأكد لم يجربه أحد من الناس من الكفار والمسلمين. إذا يجلس ويبول فهذا مثلا دبره، فما هو السبب؟ هو ما يقدر عندي يجلس ويبول، يبول واقفا ويقول هذا أحسن للدبر، لأنه إذا يجلس هذا به يعني دبره به جراحة. فإنكم علمتم ماذا أريد أن أقول، لماذا هو السبب، لماذا لا ينفتح، لماذا أحسن أن يقوم، أحسن بالصاد، أحسن للدبر. هذا واضح يا أخوتي، وهذا من فضائح عمر. يشير على ماذا؟ جيدا، يشير على ماذا؟ يشير على ذاك الفعل من عمر، وأنتم تعرفون قنفذ. هي لأجل ذلك ما الرجل ما يقدر أن يجلس. إذا جلس فانفتح ومشكلة. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أعداء أمير المؤمنين.